اسم الله يا اللي قلت الرقاصة اللي كانت بترقص المرة اللي فاتت مش هترقص ولا ايه؟ أنهي؟ الرقاصة البت الحلوة دي ومن رجلين صاب ومشنطة كبيرة. آه افتكرتها. ترقص؟ لا يا حبيبي دي بتيجي يوم الخميس بس أصلها غالية شوية على المطعم. خسارة مع إنها بت حلوة عرساوي يعني كده. بس أنا خايف عليك يا ريس مخلص. خايف عليا من إيه؟ يعني خايف يعني تدعي عليا وتلعن اليوم اللي عرفتك فيه السكه الحلوه دي. يا جدع حد الله ادعي عليك ايه يا معلم سالي؟ انت عارف انا لما بروح باخد دش وبعد اصلي بصلي كتير قوي واستغفر ربنا ان الله غفور رحيم. الله عليك يا مخلص. وبعدين احنا بنعمل ايه يعني؟ اهو بنفك عن نفسنا شويه. الله عليك. اه لو حصل اللي ببالي عمري ما هاجي الاماكن الحلوه دي تاني. صباح بتحب صباح انت؟ طب ما سهل انت تطلب ايديها وهي تطلب الطلاق من جوزها وتتجوزوا بعض. جوزها مالكش دعوه بيه، اعتبره مات. مات؟ اه انا بس قلقان افتحها لا تحس يعني ان انا بستغلها علشان لسه فاتح لها المكتبه وكده يعني. انا نفسي مخلص تقبلني كده من جواها، تقبلني لشخصي. بقولك يا مخلص انت راجل صريح، لو انت صباح ولا مؤاخذه يعني وانا اتقدمت لك تقبليني؟ لا طبعا. ليه بس؟ يا جدع انت كركوبه، عظمه كبيره والبنت لسه صغيره، عايزه حد كده مصحصح كده يكون صاحي، واد ما جبتوش ولاده بخيره. وانت شايفني ميت يا مخلص؟ طب ايه رايك بقى ان انا زعلت منك وانا قاعد معاك في القعده الحلوه دي؟ طب اسمع الكلام اللي ما يزعلكش. انت الف واحده تتمناك يا معلم، شاوري انت على اي واحده كده في بين السارات هتيجي ركعه تحت رجليه، ايه رايك بقى؟ يا عم بلاش اوانطه بقى. شوف انت الكلام من الاخر، صباح انا هتجوزها وبكره تقول المعلم سالم ايه؟ هي بتحصل. في ستات تحب الراجل الكبير. اه تاخدها في حضنك كده تحسسنا بالحنان والحنيه، في ستات كده. خلاص يا مخلص خلص الكلام. اه في ستات بتحب الاب. قوم بقى نغير المكان بدل ما ازعل منك في القعده الحلوه دي. نغير مكان ايه؟ اصبر ناخد بحقنا شويه رقص. دكتور يونس تعال تعال تعال. فينك يا راجل؟ انت من ساعة ما وسعت نشاطك مع كل دكاترة الجامعة وانا مش شايفك. ده كان اتفاقنا برضه؟ يا دكتور المادة بتاعتك ليها وضع تاني خالص، بس ده ما يمنعش ان في مواد كتير. ومن ساعة ما الجامعة المفتوحة بقى فتحت يا دكتور، وانت عارف رزق يحب الخفية يعني. بس اسمح لي يعني يا دكتور انت بعيد شوية. بعيد شوية؟ يعني ايه بعيد شوية؟ يعني حضرتك ما فيش لينك ما بينك وبين الطلبة، لازم يعرفوك تعرفهم، تحبهم يحبوك. يبقى في لينك يعني يا دكتور؟ لينك ايه وبتاع ايه؟ عاوز نقعد مع الطلبة في الجنينة نلعب طاولة؟ لا طبعا يا دكتور المقامات محفوظة، بس في رحلات، في نشاطات، الأمر ما يخلاش برضه بشوية سباحة، راكت، بينج بونج، ترفيه يا دكتور، ويحصل ألفة ما بينك وبين الطلبة، ده يترتب عليه ايه؟ الطالب يشوف اسمك على الكتاب أو على الملزمة، اشتريها فوراً. والله فكرة، بس محدش قال لي. أنا بالصدفة مكتبتي مكتبة الإخلاص عاملة رحلة. اي نعم هي كاملة العدد، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن اوفر لحضرتك مطرح او مطرحين يعني لو معاك مرافق. الرحلة بتاعتنا بتمتاز اللي احنا معانا اهم طلبة موجودين في الجامعة على المستوى الادبي والعلمي والمادي، وكمان واخدين معانا اهم واحسن اصحاب مكاتب موجودين في بين السرايات. ده هيخلي فيه حميمية ما بينك وما بين الطلبة يا دكتور، ويحصل عملية ماكس يعني ما بين العلم والبزنس. سيبني نفسك يا دكتور، انت محتاج ارطية جامدة جدا، محتاج فرشة فعلا. فكرة، أنا معاكوا في الرحلة دي والمدام معايا. أنت تنورنا يا دكتور والله، الجامعة كلها هتتكلم عن الرحلة دي. أنا هبقى حاسب وبعدين أحاسب حضرتك بعدين. حاسب إيه يا راجل كام؟ لا 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 والله ده إحنا في الحرم الجامعي ما ينفعش. اتفضل يا فندم اتفضل. خلاص طالما حلفت. إيه يا إخوانا الحكاية؟ ننزل نزوق ولا إيه يا اسطى؟ نزوق إيه؟ وانت جايب لنا اتوبيس ولا توك توك؟ جرايح زينهم، وانا يعني جايب الاتوبيس من بيتنا؟ يظهر كده في حد وشه فقر في الرحله دي من اولها. تقصد مين يعني؟ اكيد مش انت يا عم زينهم. يا جماعه اهدوا اهدوا شويه، حصل ايه؟ عطل في العربيه وكمان شويه وهتطول. اه من اولها كده؟
لو انا اللي نظمت الرحله دي ما كنتش خلصت ولا يا سني. والله رحلاتك عسل يا عم سالم. فاكر رحله اسكندريه اللي انا كنت اغرق فيها ولولا على النعمه من نعمه ربي لا حد ضحك عليك ونزلك الميه لا سايبك تغرق. الله في سمام انزل الميه لحد ما اموت. لا انت لازم تتعلم العوم في الرحله دي. ما تعلمه يا معلم سالم. عيني عينك سالم ابو غيف. طب ايه رايك اعلمها وزينهم؟ السني حبيبي بس هو يسمع الكلام. سني انا هخليك حوت. حط الله. بقول لك يا اسطى عملت ايه في الاتوبيس؟ الحمد لله والله عايشين وكويس. ايه على ايه لحد هنا؟ ده انا حليت العربيه لقيت فيها بلاوي. لقيت فيها بلاوي العربيه والله عايشين. لقيت حلم الكتيبه مقطوع وكوانها بتاعت الحمام والميه على الهيب ومروحه وقعت. انا مش لحد ايدي عامل ايه؟ الحمد لله احنا عملناها بس مش هو عندني هنمحي وعملها يفرغ وبنروح لحين. طبعا البركه سوق انت. هو قال ايه بالظبط؟ بيقول اتوبيس 100 100. صدقهم ان انا اتشقلت بالرحله. هتقوم يا قمر توزع العصير الواحد ريقه ونشف. ماشي خد يا شادي. فاني ودي ابودي العصير. خد يا اهو. اخدت منه؟ انا 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 فين يا عم مخلص؟ ماليش نايب. امسك يا عم زين ومتفضل. انا مش نايب يا سيد زيكم. طب تمسك عصير اهو. لا ده بتاعك انت. انا عايز عصير. انا الراجل ده بتاع مشاكل. انت سامر. ايوه يا عم سني. جبت اللي اتفقنا عليه ولا نسيتي؟ كله تمام تمام وجاهز. ايه بقى اللي انتوا اتفقتوا عليه؟ لا 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 معلش يا اخويا ده سر هنعرفه كلنا اول ما نوصل على البحر. قصدي على حلة المحشي يا عم زين. حلة المحشي يا بعيد. انا شايف ان الوقت مناسب جدا يا دكتور ان انت تعمل تواصل مع الطلبه ومع الناس اللي في الرحله. يعني يا ريت تقوم كده وتطلب منهم ان هم يغنوا ويتبسطوا كده. حاضر. يا ريت يا دكتور اتفضل. يا جماعه عايز كده حد من الطلبه يقوم تغني واحنا نتفاعل معاه. يلا يا جماعه. يلا. هتغني ايه يا كابتن؟ انا بقول للفنان انا جاي. تمام انا هطلب لهم. ماشي. Happy.